أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. وفد الحكومة وممثلو مسار الوسط في مفاوضات جوبا يتفقون على القضايا المطروحة لتحقيق الاستقرار والسلام بالبلاد. وفد الحكومة والحركة الشعبية الشمال جناح الحلو يشيران إلى وجود خلاف في وجهات النظر في بعض القضايا. نهر النيل تحتفل بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر والبوشي تؤكد المضي تجاه مطلوبات المرحلة. أهلا بكم. اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية خطوة أولى لرفع اسم السودان من قائمة سوداء للدول المقلقة في مجال الحريات الدينية، وضعته في قائمة خاصة تتم مراقبتها في سبيل إخراجه نهائيا من هذه القائمة. وقالت الخارجية الأمريكية أن الخطوات العملية البناءة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية شجعت واشنطن على اتخاذ هذه الخطوة، وذكرت أن الإدارة الأمريكية تتطلع لمزيد من الخطوات لإزالة اسم السودان نهائيا من هذه القائمة. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بوميو أن بلاده قررت إبعاد اسم السودان من قائمة الدول المثيرة للقلق فيما يخص وضع الحريات الدينية بالبلاد، ووضعه في قائمة أفضل، وذلك بعد الخطوات الكبيرة والمهمة التي قامت بها حكومة عبد الله حمدوك بإزالة الممارسات الممنهجة والمستمرة في اضطهاد وقمع الحريات الدينية التي كان يمارسها النظام السابق. عقد وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة ياسر العطا جلسة مفاوضات مع ممثلي مسار الوسط برئاسة توم هجو في إطار المفاوضات الجارية بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح بجوبا. أوضح العطا أن الجلسة سادها حوار وطني شفاف وبناء تم خلاله الاتفاق التام على كافة القضايا المطروحة، وسيتم التوقيع عليه خلال اليومين القادمين. وأكد الفريق العطا أن مسيرة التفاوض تسير بصورة طيبة وفقا لما هو مخطط له للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب ويحقق السلام والاستقرار. وأشار توم إلى تمسك مسار الوسط بنهج الجبهة الثورية القائم على مبدأ كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان، وأشار إلى أن كافة القضايا التي تناولتها الجلسة تمس حياة المواطنين. عقد وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي والحركة الشعبية الشمال جناح الحلو جلسة مفاوضات بفندق بالم أفريكا بجوبا. أوضح وزير العدل نصر الدين عبد الباري أن الجلسة تتناولت طبيعة الدولة والعلاقة بين الدين والدولة والعلاقة بين التشريعات والدين، وأشار إلى وجود اختلاف في وجهات نظر الطرفين حول تلك القضايا، ولفت إلى التأمين على القضايا المتفق عليها، وأعلن أن الجلسات بين الجانبين ستتواصل صباح غد لمزيد من التفاوض، وتوقع الوصول إلى اتفاق حول القضايا المطروحة. الجلسة كانت بين وفد حكومة السودان ووفد الحركة الشعبية بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وكانت حول إعلان المبادئ. والنقطة الأساسية التي أثرنا حولها النقاش كانت هي طبيعة الدولة. هنالك وجهات نظر مختلفة، لدينا رأي حول مسألة طبيعة الدولة، العلاقة بين الدين والدولة، والعلاقة بين التشريعات والدين. قدمنا وجهة نظرنا إلى طرف الآخر وهم قدموا وجهة نظرهم إلينا، لكننا لم نتوصل إلى نقطة مشتركة بصورة كاملة. هنالك نقاط متفق حولها، وسوف نلتقي غدا في الساعة 10 صباحا لمواصلة النقاش، لكننا كنا قد تناقشنا بروح إيجابية للغاية وأمننا على النقاط المشتركة، وسوف نواصل مناقشة النقاط غير المشتركة، لكننا نتوقع أن نتوصل إلى اتفاق حولها. هنأ والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد حسين الشعب السوداني بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة. وقال خلال لقائه وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية ولاء البوشي إن الثورة استطاعت أن تحدث حراكا مجتمعيا كبيرا. وأكد أن احتفالات الولاية بالذكرى الأولى للثورة جاءت وفق برنامج وعمل مشترك ما بين حكومة الولاية
وقوى الحرية والتغيير من أجل تحقيق مزيد من التوافق والتعاون لإنجاز مطلوبات الثورة وأهدافها ومضامينها التي خرجت من أجلها. وأكد التزام حكومته بمطلوبات ومهام الفترة الانتقالية والعمل على بسط التنمية والخدمات وإعلاء وتجسيد منظومة قيم الحرية والعدالة والمساواة. خبر عبر والدامر اللي انطلقت منها شرارة التغيير، ففي إطار الحراك الحاصل والاحتفالات العمد كل يعني مدن السودان، كانت ولاية نهر النيل هي نصيب الأسد بحضور قطرين من المركز وعلى رأسهم الأخت الوزيرة ووفد كريم مصاحب للوزيرة، وكانت الاحتفالات يعني بصورة وعد لها إعداد طيب، وكان عمل مشترك بين الولاية والإخوة في قوى الحرية والتغيير. الشعب بينشد سلام وبينشد أمان وبينشد حرية وبينشد استقرار. نحن يعني نأمل أن كل المكونات تلتف حول الهدف الكلي اللي هو تحقيق الأغراض والأهداف اللي قامت من أجلها الثورة، ويظل الإنسان سعيد ومعافى وهاني في بيته وفي حكومته إن شاء الله. من جانبها أكدت وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية ولاء البوشي أن القطارات التي سيرتها الفعاليات الثورية من ولايات السودان إلى نهر النيل تعتبر ردا للجميل والوفاء لمدينة عقبر التي فجرت الثورة. وقطعت البوشي بأن التغيير حتمي وسنعمل على المضي قدما في العمل وفق معطيات المرحلة. طبعا أمس أنا وصلت مع قطر الثورة من الخرطوم، طبعا درج جميل لقطر عبر أجي سندنا في عز ثورة ديسمبر المجيدة، لما نحن كنا يعني بدا بعض الاحباط اتسرب لنا، فجاء قطر عطبره في شكل مدد سماوي زي ما بنقول، وده فيه رساله انه السودانيين كل احنا حنواصل زي ما بدينا الثوره بديناها مع بعض، حنواصلها مع بعض. الولايه احنا طبعا التقينا بالسيد الوالي عبد المحمود في البدايه، وحصل له في الختام اتناقشنا عن اوضاع الولايه والحاصل في الولايه. والناس كلها طبعا التغيير تغيير حتمي، والناس كلها عازمة على انها تشتغل مع بعض ونواصل يعني. فرسالتي لكم كلكم انه الناس تواصل في الشغل، المرحلة الانتقالية مرحلة صعبة جدا. قال القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم ان الملاحم التاريخية التي شهدتها المدن السودانية في احتفالات الذكرى الاولى لثورة ديسمبر المجيدة بعثت برسالة حاسمة في بريد من يحاولون اختطاف الثورة، وقطع بأن الثورة محمية ومحروسة بوحدة والتفاف الشعب السوداني وتمسكه وإيمانه بشعاراتها ومكتسباتها. ولفت الأصم إلى أن الشعب السوداني هو الوحيد الذي يمتلك الحق في تقرير مصيره وتحديد خياراته دون إملاء أو تشويش. وأقر الأصم بالتحديات الجسيمة التي تواجهها الحكومة الانتقالية، لكنه أعرب عن كامل ثقته في قدرته على الاستجابة لها والعبور بالبلاد إلى بر الأمل. بعد ثورة ديسمبر المجيدة، بعد عام مليء بالتحديات، وبعد أول ذكرى لإحياء ثورة ديسمبر المجيدة، أي زول أي جهة أي تنظيم بيفكر إنه يختطف إرادة الشعب السوداني من جديد عليه إنه يعيد الكرة 500 مرة. الشعب السوداني هو صاحب السيادة وهو صاحب الحق، وانتزع حقه وسيادته بتضحيات عظيمة، وما في أي مجال بعد الليلة إنه يتخلى عن حقه وسيادته في الدولة السودانية بتاعته. وفي الأثناء قالت ممثلة مجلس الوزراء وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية ولاء البوشي إن أهم استحقاقات الفترة الانتقالية هي تحقيق السلام، ودعت الجميع لاستشعار الظروف الإنسانية والاجتماعية الحرجة لسكان مناطق النزاعات ومعسكرات النزوح. وقطعت بأنه لا تفريط مطلقا في شعارات الثورة وتحقيق العدالة الانتقالية والقصاص للشهداء ورد المظالم. لازم يا جماعة نحن نتذكر كل أهلنا في أنحاء السودان، خلونا نتذكر أهلنا في معسكرات النزوح، ويكون السلام أولى أولوياتنا. يا جماعة السودان من غير سلام ما حنقدر نمشي أي خطوة لقدام، فالسلام المفروض يكون شغلنا الشاغل. فأنا من هنا برسل رسالة لنا كلنا، لكل شباب وشابات الثورة، لجان المقاومة والأحياء، لنا كلنا إحنا حكومة وشعب، بقول لكم السلام السلام السلام. فالحق في الحياة ما بيجي حق قبله، العدالة الانتقالية والقصاص وحق الشهداء
ورد المظالم وإزالة التمكين من أكبر التحديات يا جماعة اللي إحنا بنعمل عليها. وصدقونا إحنا ما ناسينا الشهداء، لأنه لولاهم ما كنا هنا. وفي الولايات الشمالية خرجت جموع المواطنين في مسيرات حاشدة احتفالا بذكرى إعلان الاستقلال من داخل البرلمان والذكرى الأولى لثورة ديسمبر، ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمهنيين والثوار ولجان المقاومة لاستغلال الظروف لصالح بناء دولة العدالة والديمقراطية وتوظيف الطاقات لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وسيادة حكم القانون. وطالب المتحدث باسم إعلان قوى الحرية والتغيير بالشمالية عبد الرحمن سيد عبد الرحمن بالقصاص لشهداء الثورة وتنفيذ الشعارات التي جاءت بها الثورة من الحرية والسلام والعدالة. شهد لجان المقاومة السودانية وهي تحتفي بهذه الذكرى الكريمة، متمنين دوما أنه الشعب السوداني يعيش في حالة من الحرية والسلام الحقيقي، ونشوف تطبيق لقانون تفكيك النظام وقصاص لحق الشهيد اللي مهر بدمه شكل جديد للدولة السودانية. وبنتمنى إن شاء الله كل زول يكون واعي وحريص على حقوقه، ونتمنى إنه نرى تغيير حقيقي داخل مؤسسات الخدمة المدنية، ونرى تغيير حقيقي في كل مساعي الحياة في الدولة السودانية، ونحس بإنه يا أخي كل الناس اللي سلبوا البلد حقوقها هم من قاعدين يتقدموا للعدالة. وعلى ذات الصعيد احتفلت جماهير مدينة الفولة بولاية غرب كردفان بإحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر والتي أنهت 30 عاما من حكم الإنقاذ، وذلك بمشاركة واسعة من المواطنين ولجان المقاومة وطلاب جامعة السلام. وحي المتحدثون في المناسبة شهداء النضال الوطني في السودان خلال الحقب المختلفة وصولا لثورة ديسمبر المجيدة، وأشادوا بدور تجمع المهنيين ولجان المقاومة في تحريك قطاعات الشعب السوداني لإسقاط النظام السابق. فالتحية إلى كل شهداء النضال الوطني من عام 1956 1156 إلى 19 ديسمبر. نحن في قوة إعلان الحرية والتغيير بنهني الشعب السوداني وجماهير مدينة الفولة الشرفاء بحلول ثورة ديسمبر المجيدة، أو بحلول الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة. ثورة ديسمبر المجيدة هي أتت نتيجة لنضالات من عام 1920 أو في بداية الحركة الوطنية عام 1920. بدايات النضال أو النضال الاستعمار كان بدأ نتيجة للجمعيات الوطنية، واللي هي أول جمعية كانت جمعية الاتحاد السوداني، بعدها اتكونت جمعية اللواء الأبيض، ثم مؤتمر الخريجين. ونبقى مع الاحتفالات بذكرى الثورة، حيث احتفلت لجان المقاومة بوحدة بلبل تمبوسكو بمحلية السلام بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر وإعلان الاستقلال من داخل البرلمان، وذلك بمشاركة فعاليات المجتمع بالوحدات الإدارية المختلفة بالمحلية. ودعا المشاركون في الاحتفال للعمل على نهضة البلاد بالعمل والإنتاج وتسخير الإمكانات والموارد المتوفرة بالبلاد. وأوضح رئيس لجان المقاومة مزمل عبد الحليم أن الاحتفال جاء لتأكيد عظمة الشعب السوداني الذي صنع التغيير. اليوم نحن نضرب عصفورين بحجر واحد، إعلان الاستقلال من داخل البرلمان كان هي يوم 19 ديسمبر، وأيضا يوم 19 ديسمبر انطلاقة شرارة الثورة. ونحن اليوم بنحتفل بعد ما قضينا على ذلك النظام، ونشكر الله سبحانه وتعالى إن وفقنا لاحتفال هذا اليوم. حقيقة أشكر الإخوة الذين شاركوا من الوحدات الإدارية التابعة لمحلية السلام، وحدة بلبل أبو جازو، ووحدة سانة دليبة، وحدة أبو أجورة، وحدة أبو سلالة. تنفيذا لخطة حماية الحصاد من دخول الماشية قبل الفترة المحددة من قبل سلطات ولاية جنوب دارفور، أطلقت قوات الدعم السريع انتشارا واسعا في القرى والمناطق الزراعية لتأمين المزارعين وتمكينهم من إكمال فترة الحصاد بصورة آمنة. ودعا قائد قطاع مناطق جنوب حاضرة الولاية مدينة نيال المزارعين للاطمئنان والتركيز على حصاد محصولاتهم قبل الفترة المحددة، فيما أشاد مزارعون بدور قوات الدعم السريع في فرض الأمن والاستقرار والاستجابة لنداءاتهم وقت الحوجة لحماية حصادهم. هي ذقروطة الأمان والاطمئنان التي انطلقت هنا في هذه المناطق ابتهاجا بوصول طلائع قوات الدعم السريع لتأمين موسم الحصاد، فالزراعة هنا أثمرت خيرا وفيرا مشهودا،
فوجود قوات التأمين من شأنه إنجاح موسم الحصاد بحسب المزارعين، ويمكنهم من حصاد ثمارهم مطمئنين بعد إزاحة شبح اعتداءات الرعاة على مزارعهم كما يقولون. الآن فريحين بكل الفرق، وبالأخص نشكر قوات دعم السريع من ضباط وضباط السوف وجنود بالمهام الذي بصلوا لنا. قالوا نحن كنا في هذه المنطقة كنا والله حزينين كل الحزن، يا وزرائنا الزراعة وما بنقدر نحصده. الآن هسي لو اتجهت جنوب تشوف الإيش واقف، ولو مشيت جوا المزارع تلقى فول بالكيمان موجودة. منطقة أم حجار واحدة من قرى المخارف للمزارعين بمحلية بليل، طلب سكانها قوات الدعم السريع بالبقاء معهم حتى انتهاء فترة الحصاد، لما للمنطقة من شواهد سابقة لاعتداءات الماشية على مزارعهم وإتلاف المحاصيل، ممتدحين دور الدعم السريع في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد ودعم الإنتاج والوقوف بجانبهم في هذه الظروف. الحمد لله الدعم السريع نشكرهم جدا، يعني هسي حاليا وصلوا علينا، ونتمنى أن يعني يكون العملية دي مستمرة عشان نقدر نحصد الحصاد ده بصورة جميلة جدا. نعم. ونتمنى أن يكون طوف يعني ليلي ونهاري. وبليم يحمونا نشكرهم في كل مكان ويقفوا معانا خلال الشهر، يعني إحنا نقدروا نلم حصادنا ويقفوا معانا الليل والنهار، ونشكرهم وربنا يسترهم ويسترنا يعني إحنا. قوات الدعم السريع أكدت عزمها على فرض الاستقرار والأمان للمزارعين حتى نهاية موسم الحصاد، ولن تترك ثغرة إلا وقد فرضت الاطمئنان لأهلها، مع التأكيد على إكمال خطة تأمين موسم الحصاد حتى النهاية، مطالبة المزارعين على جمع محاصيلهم من خلال الفترة المحددة لما قبل الطلقة. ترتيب جيد مع قواتنا، حتى البهائم لو وجدنا بهائم بنطلعها برا بنوديها من حاكم سيادة، وإن شاء الله أصحاب المزارع حيجونا، وما في لعب طبعا في شغلانية دي ما بنلعب فيها، لغاية ما نكمل الحصاد إن شاء الله حينتهي فترته لغاية يوم واحد إن شاء الله. بعد ما ينتهي الموضوع ده نحنا حسا حاليا حنسهر الليل والنهار إن شاء الله. أي مزارع يحاول يجتهد في خلال الفترة دي ينتهي من الحصاد بتاعه. أما الرعاة دي نحنا إن شاء الله بقدرة الله حنكون واقفين معاهم، نرجعهم ورا، يرجعوا من كشلنقوه لورا، ما في راعي ثاني بنخلوه يمشي ليقطع لقدام، واي زول احنا لقيناه مشى قدام بنحاكمه وبنمسكه. انتشار قوات الدعم السريع في مناطق وقرى المزارعين بهذه الايام خطوه اوجدت الارتياح في اوساط المواطنين، لكونها تعزز من الاستقرار والتعايش الاجتماعي، فضلا من انها تمكن المزارعين من حصاد انتاجهم بالصوره المطلوبه. مهدي العزيب، الشروق، من قرى المزارعين بمحلية بليل جنوب دارفور. سودان هذا المساء متواصل معكم، وفيه بعد قليل. ولاية جنوب كردفان تدشن مشروع توزيع التمور العينية للأسر الفقيرة والمتأثرين بالحرب. في أخبار الاقتصاد، دشنت منظمة الاقتنام بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع التمور العينية للأسر الفقيرة والمتأثرين بالحرب بولاية جنوب كردفان. وأكد أمين عام حكومة الولاية يوسف إبراهيم البلا أن المشروع يمثل دعما لجهود الحكومة في تقديم العون للنازحين والمتأثرين بالحرب، وثمن دور المملكة العربية السعودية ودعمها للولاية عبر عدد من المشروعات للمنظمات الخيرية العاملة في مجالات الرعاية الاجتماعية والمياه والتعليم. توزيع تمور عينية بالسودان، هذا المشروع شمل 100,000 كرتونة بما يعادل 800 طن من التمور الفاخرة من المملكة العربية السعودية، وهذا المشروع غطى جميع ولايات السودان وبما فيها ولاية جنوب كردفان كادوغلي. وهذه الولاية أتيناها ب 4800 كرتونة من التمور بما يعادل 24,000 مستفيد من هذه الكمية. قطت هذه الكمية جميع محليات هذه الولاية الطيبة.
من جانبه أعلن ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الدين عبد الله أن المشروع يستهدف توزيع أكثر من 4000 كرتون من التمور الفاخرة على مستوى الولاية لصالح الفقراء والمساكين من النازحين والمتأثرين بالحرب بالولاية. نقدم هذا العمل الكبير لأهلنا وعشائرنا في ولاية جنوب كردفان، ولا يخفى عليكم ولا علينا التحديات الجسام التي تعانيها منطقة ولاية جنوب كردفان. هذه الولاية الآن أو محلية كادوبلي تحديدا التي يتم فيها تدشين هذا العمل الكبير المبارك تحمل في أعشائها محليات يعني كبيرة جدا ومحليات كثيرة، من بينها محلية البرام ومحلية هيبان ومحلية ريف مديرين، اللي هذه المناطق اللي عانى أهلها كثيرا من ويلات الحرب والتشريد والنزوح. أفلحت التدخلات الناجحة لمشروع البطانة للتنمية الريفية المتكاملة بولاية القضارف في إيجاد بدائل لمشكلة المراعي بسهل البطانة، حيث حقق محصول الجوار إنتاجية عالية للفدان إضافة للمزايا التي يمتاز بها كعلف وكقيمة مضافة من خلال استخدامات بذوره في عدد من الصناعات خاصة الطبية، ما عزز من قيمته الاقتصادية. المشاكل العديدة التي تواجه المرعى بمنطقة سهل البطانة شكلت هاجسا لجهات الاختصاص رسمية كانت أو طوعية، فملايين الرؤوس من الثروة الحيوانية تقصد هذا السهل بحثا عن المرعى. تجربة زراعة الجوار التي استحدثها مشروع البطانة للتنمية الريفية المتكاملة حققت نجاحا كبيرا ووجدت إقبالا من المزارعين والرعاة. محصول مفيد جدا بالنسبة للمراعي و البذور والأعلاف يعني، وهو محصول من المحاصيل الجديدة على الناس، ومحصول يعني احنا جربناه من 2014 لحد الآن ما فارقنا زراعته بنزرة طوالي، ووجدنا فيه فوائد عظيمة جدا بالنسبة للثروة الحيوانية يعني كمراعي، وبالنسبة للنباتات للنباتات الموجودة في الأرض الزراعية. التجربة التي تشهد توسعا في رقعتها المزروعة موسما تلو الآخر، يقول القائمون على المشروع إن لها من الفوائد ما يجعلها مثالية بالنسبة للمزارع. هذا العلف يتميز بأنه هو أخضر، البهائم ما بترغبه، ودي واحدة من الميزات اللي بتخليه يحمي نفسه. الحاجة الثانية بيكون بينمو يعني في أقل درجات بتاعة أمطار، أقل من تقريبا 150 ملي، ومنطقة هشة وضعيفة زي منطقة البطانة وتحديدا منطقة جيلي هني في المنطقة الشمالية البطانة، وبالتالي الجوار نجح فيه نجاح كبير. الجوار نفتكر أنها هي من المحاصيل الحديثة في المنطقة ولقت قبول من أهلنا في المنطقة. مثال قرية الشبيك بدأت تبني هذه التجربة في 2014 500 فدان، ثم زادت إلى 630 فدان. هذا العام 2019 بلغت جملة المساحة المزروعة في المنطقة دي 1350 فدان، وهي سبب تجليا للمزارعين في المنطقة دي أنه واحدة من المحاصيل المقاومة للآفات. نجاح التجربة مثل عنصر جذب لجهات نظيرة وفي ولايات أخرى للوقوف عليها وإمكانية نقلها. نحن في ولاية شمال كردفان أدخلنا هذه التجربة لكن فشلت لعدة أسباب، وحقيقة الليلة نحن اتهلنا في البطانة لقينا الحل. في المساحة بتاعت المزرعة حوالي 1000 فدان، مزروعة زراعة مطرية، الزراعة خصصت كمرعى يعني الجوار هنا زرع كعلف للحيوانات. أنا كنا في شمال كردفان بنزرع الجوار كمحصول نقدي. ما حققه مشروع البطالة للتنمية الريفية المتكاملة من نجاح في هذا المنحى تعدت فوائده توفير المرعى للحيوان، فقد استفاد المزارعون والرعاة من الجوار كمصدر دخل إضافي زاد من مداخلهم. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف. في أخبار الرياضة قال الرئيس
فريق الأم العطبرة جمال حسن سعيد إن مجلسه لم يتلقى أي عرض من نادي الهلال بشأن لاعب الفريق أحمد موسى، وكشف عن أن ما يثار ما هو إلا شائعة غير صحيحة. وأوضح جمال حسن سعيد في تصريح لباج نيوز أنهم في الأم العطبرة يركزون على مبارياتهم في الدوري الممتاز وأنهم ماضون في تحقيق أهدافهم، وأشار إلى أن ناديه سيعمل على دراسة أي عرض تجاه أي لاعب بالفريق وفق الوضع الذي يتواجد فيه حاليا. في ختام السودان هذا المساء، هذا تذكير بأبرز العناوين. وفد الحكومة وممثلو مسار الوسط في مفاوضات جوبا يتفقون على القضايا المطروحة لتحقيق الاستقرار والسلام بالبلاد. وفد الحكومة والحركة الشعبية شمال جناح الحلو يشيران إلى وجود خلاف في وجهات النظر في بعض القضايا. نهر النيل تحتفل بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر، والبوشي تؤكد المضي تجاه مطلوبات المرحلة. نهاية السودان هذا المساء، للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقع الشروق دوت نت. إلى اللقاء.